ازيك يا يوسف؟ ازيك يا عيد؟ تعالى كده ما تخافش وريني شكلك كسبان. الواد علي ايه؟ لسه ما جاش. حلو، فين بقى شويه الخواجات الكسر اللي انت محضر لهم عشان يلعبوا؟ بقول لك ايه يا يوسف، انا مش عايز لبش ولا اندهلك ظابط السياحه. انزل اندهل، قول له في واحد جاي يلعب قمار في المكان بتاعي مع السواح، عايز يبوظ السياحه. فين يا خواجات يا؟ مفيش خواجات يا يوسف، لسه محدش. انت فين الخواجات؟ انت جوه. حلو، دول اخدهم العب بيهم، دول خليهم معاك. ودي ايه يا يوسف؟ فيها يا يوسف؟ الله، عشان ابقى خيرت يا زيك. على وشك يا خواجه. اها اها، مبروك عليا، مبروك عليا. لسه بدري، هنقسم مع بعض يا حلواني. انت عارفني يا جو، الاسم عندي على واحد، ولا نادي ضابط السياحه بقى وتبقى انت بتسوق سمعه السياحه في مصر. ده مش رزالة يا حلواني. اقعد. ويلكم يا خواجات، نيو بلاير. الكوتشينه دي مترتبه ولا مش هتعرف عليا؟ الكوتشينه مترتبه يا علي يا حلواني. بس يا يوسف. طب ماشي. امين يا يوسف. واحد امين. من امامير بتوعك. امين، اتفضل حط الفلوس هنا. ماشي، خلص. كلمي دوان، كلمي دوان. ماني اي برينج باك يو. هات الاموره اهو. عندك واحده جو. كلمي دوان، كلمي دوان. ميك بروبلم نو. ها ماني اي برينج باك يو. ها كلمي دوان. أمين يا يوسف. أمين. يوسف فين يا حاج؟ متلقح جوه يا باشا. في إيه يا عم؟ وقف يلا، وقف عندك. يوسف في ايه يوسف؟ عايزه في كلمتين. وده وقته؟ النهار اللي عنيني يوسف. عايزه في كلمتين ودلوقتي سامح. كلميني هنا. حاضر حاضر، حصلني على البيت. خد بالك لحد يشوفك يقول لي عني، تبقى مصيبه. وعايز سماح في ايه؟ بصراحه يعني مصلحه كده هنقضيها سوا. مصلحه؟ بلا واكسه. شوفي يا سماح، يوسف عايزك في مصلحه كده عشان تقضوها سوا. انا حاسبكم المصلحه. قال بلا خيبه. اوعي يا اختي كده. الواد ده جاي ليه؟ انت مال اهلك؟ وانا مال اهلي ازاي؟ وانا هنا ايه؟ راس كرومبا، مره يوسف ومره علي، بعدين انا جوز امها، يعني في مقام جوزها، قصدي في مقام ابوها. تسافر مع الفرقه ازاي بس يا يوسف؟
علي هسافر ازاي يا سماح؟ هسافر زي علي؟ اصل انت مش فاهم. فاهم فاهم وقاري اللي بينك وبينه، بس ما تنسيش كمان ان انا فاتوره قديمه بنت منطقتي والعشره تحكم. بس انت عمرك ما نطقت، انما هو نطق. معلش، كل شيء اسمه نصيب. اسمع يا سماح، السفر بالنسبه لي موضوع حياه او موت. الحكومه قلبت الدنيا بتدور عليا، انا واقف في عرضك يا بنت الناس، وان كنت حامله هم علي واللبش اللي هيعمله لك ديته معروف. قولي له يوسف هيدفع لك ضعف اللي هيدفعه اي عيل من المقاطيع بتوع الحته، وهو يوافق. درم وانا عارف. انت مش هتبطل وسخه؟ بتعمل ايه هنا يا رحمة؟ سيبوا يا علي. انت نزل ايدك يا علي. بيعمل ايه هنا؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه في ايه؟ سماح هتقولك وانت هتوافق. الواد ده لو جه هنا تاني هزعله، واي راجل في الحته دي لو خش البيت ده من غير اذني هيزعل، عشان الست دي بقت ام ابني. نعم يا رحمك. هتبقى ام ابني يا مرة. شو يا مرة. الواد ده كان بيعمل ايه هنا يا رحمك؟ سيب شعري، هو انت هتعملهم عليا؟ انطقي بدل ما امسح بيك الحاره. انطقي. سمع انك مسافر وعايز يطلع معايا. بنت فينك انت؟ هو يسافر فين يا بت؟ اتكلم على قدك. الجدع المزنوق والبوليس عايزه، وبعدين ده ابن حتتي. ابن حتتي ولا حبيتي؟ انطقي. اسال اللي في بطني وهو يجاوب. انت هتحوري لي يا بت؟ هتحوري لي؟ بيقول ان معاه فلوس وهيدفع الضعف يا علي. موافق. موافق يا يوسف. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا يوسف. ومعوز عبدين لادي اتملت. اركب هناك. ماشي علي. هناك هناك. اطلع يا عم. مال اطلع؟ اطلع فين؟ اطلع بقولك. ماشي يا علي. اطلع فين؟ عملت كده ليه يا علي؟ حتة كده على طرف المعلقة. انطرت. انطرت.